بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم طلاب الأعزاء أولياء الأمور الكرام. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على طريقة تحميل النماذج الاسترشادية للامتحان الموحد أو المجمع في المرحلة الابتدائية والإعدادية. طبعا في الفترة اللي فاتت انتشرت نماذج استرشادية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالرغم ان النماذج دي كان عليها شعار وزارة التربية والتعليم، الا ان النماذج دي مش رسمية ومش تبع وزارة التربية والتعليم، ولكن النماذج دي اجتهادات شخصية من بعض المدرسين علشان يساعدوا الطلبة في التدرب على امتحان الموحد. طبعا ده كان شكل النماذج اللي نزلت، بتلاقي فعلا كده المادة فيها امتحان عربي وانجليزي وبقية المواد، ورغم زي ما قلنا من شوية ان الامتحان عليه شعار وزارة التربية والتعليم، الا ان النماذج دي مش رسمية. وعشان نعرف مع بعض ازاي ننزل النماذج الرسمية من موقع الوزارة، تابع معنا الفيديو للاخر وما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة. اهلا بكم من جديد. النهاردة وزارة التربية والتعليم اعلنت عن النماذج الاسترشادية لامتحانات المجمعة او الموحدة للمرحلة الابتدائية والاعدادية. طبعا عشان اقدر احمل النماذج دي هسيب لكم ان شاء الله الروابط كلها في الوصف اسفل الفيديو. فاول طريقة اقدر احمل بها النماذج الاسترشادية، هدوس على رابط صفحة منصة التعليم المصري، هنلاقيها ان شاء الله في الوصف اسفل الفيديو. طبعا ممكن الصفحة ما تفتحش معايا وتفضل معلقة، ده نتيجة للضغط اللي موجود على الصفحة. لو الصفحة ما فتحتش معاك بالشكل ده ممكن نعمل ريفريش او تنشيط للصفحة مرة تانية. اول ما الصفحة تفتح معاك هننزل تحت كده ونقف على حاجة اسمها دليل الطالب وندوس على كلمة عرض الدليل. طبعا في الاول ممكن يسألك ويطلب منك اسمك، فانا كتبت اسم عادي، اي اسم مش هتفرق. بعد كده بقول لك اختر مرحلتك الدراسية، انا مثلا عايز احمل النماذج الخاصة بالمرحلة الابتدائية، ادوس على كلمة ابتدائي. زي ما اتفقنا لو طلب منك اسمك اكتب الاسم عادي. بعد كده بقول لك اختر المرحلة الدراسية بتاعتك، انت عايز سنة كام، رابعة ولا خمسة ولا ستة. ممكن مثلا نختار سنة خمسة ونستنى شوية لغاية ما يحمل معايا النماذج الاسترشادية. بمجرد ما يفتح معايا الصفحة دي هبتدي انزل واحدة واحدة في الصفحة. هتلاقي هنا جايب لي شوية تفاصيل عن العام الدراسي اللي احنا فيه ده والقنوات التعليمية اللي انا ممكن اذاكر من خلالها، زي مثلا قناة مدرستنا، وكمان في على الانترنت المكتبة الالكترونية اللي انا ممكن اذاكر منها برضو، وكمان كان في منصة ادومودو نفس الكلام ممكن اتواصل مع مدرسيني عليها، وكمان في حاجة اسمها منصة البث المباشر، طبعا دي بتذيع الدروس بشكل مباشر اونلاين. واخر حاجة طبعا الايميل المدرسي اللي هو حساب اوفيس 365. هنفضل ننزل لغاية ما نلاقي كلمة نماذج الامتحانات وقدامها كلمة قم بالتحميل، هدوس على كلمة قم بالتحميل وهنستنى شوية لغاية ما تفتح معانا الصفحة دي. هنا طبعا فتح معايا النموذج. انا طبعا عندي هنا اختيارين، في اللي هو طباعة او برينت، لو عندك طبعا ممكن اطبع النموذج على طول، او اسهل حاجة دوس على كلمة تنزيل او داونلود، هضغط على السهم اللي فوق ده هتظهر معايا الشاشة بتاع الكمبيوتر. هنا بحدد المكان اللي انا احفظ فيه، طبعا لازم احدد المكان عشان ما انساهوش. لو انا مثلا احفظ على الديسكتوب او على سطح المكتب ممكن اعمل مجلد جديد، اضغط كليك يمين واقول له نيو فولدر او مجلد جديد، واكتب مثلا اسم المجلد امتحانات او غيره زي ما انت عايز، وادوس على المجلد ده مرتين عشان افتحه. وممكن اجي هنا من فايل نيم اكتب اسم الملف، يعني ممكن مثلا اشيل كلمه تمبريت 1 دي واكتب مكانها رقم 4، يبقى معناها 4 ابتدائي. اهم حاجه ما اشيلش النقطه اللي قبل كلمه بي دي اف عشان الملف ما يتغيرش، وادوس على كلمه سيف. طبعا لو جينا رحنا على الملف اللي انا حفظته هروح على المكان الاول سطح المكتب، بعد كده امتحانات المجلد بتاعي. لو جينا فعلا هنلاقي الملف موجود، لو جينا فتحناه اقدر افتحه في اي وقت من غير انترنت، وممكن بعد كده اطبعه علشان ادرب الطالب على حل الامتحان. طبعا بيفتح معايا الامتحان عادي خالص اهو. طبعا اول حاجه الملف ده ممكن تلاقي فيه ثلاث نماذج لمرحله واحده، يعني مثلا خمسه ابتدائي بتلاقي فيه ثلاث نماذج. لو بصينا كده النموذج او الامتحان ان شاء الله هيكون فيه 30 سؤال، ركز كده، وال30 سؤال كلهم اختار من متعدد. فمثلا هنلاقي في الاول العربي، مثلا العربي هنلاقي فيه 10 نقط، طبعا كلها اختيارات اهو، عندك اربع اختيارات بختار حاجه واحده بس، يعني مثلا اهو يلبس عامل اللحام قفازا فيه هختار يدي وهكذا. هنلاقي بعد كده اللغه الانجليزيه هنا خمس نقط، بعد كده الدراسات اربع نقط، والرياضيات برضو هنلاقيها سبع نقط، واخر حاجه العلوم اربع نقط. ده كده النموذج الاول.
هتلاقي برضو تحت النموذج الثاني في الاخر النموذج الثالث. وطبعا الامتحان مدته ساعتين. لو لاحظنا ان كل الاسئله بنظام اخطر من متعدد. طبعا دي كانت الطريقه الاولى علشان احمل بيها النماذج الاسترشاديه. طبعا في طريقه اسهل هسيب لكم برضو ان شاء الله روابط كل مرحله لوحدها. يعني مثلا هتلاقي الصف الرابع الابتدائي الرابط بتاع تحميل الامتحان بتاعه لوحده، خمسه ابتدائي لوحده، سته ابتدائي لوحده، وهكذا. مثلا هروح على ثانيه اعدادي اهو، هلاقي الصف الثاني الاعدادي الرابط بتاعه، اضغط عليه هنا ينقلني على طول على الامتحان مباشره، واقدر احمله زي ما اتفقنا بالضغط على كلمه تنزيل او داونلود اللي هو السهم اللي نازل لتحت ده. طبعا لو جينا بصينا مثلا على امتحان ثاني اعدادي بتلاقي مدته ساعتين، وبالنسبه للمرحله الاعداديه بنلاقي الامتحان عباره عن 35 نقطه. يبقى تاني المرحله الاعداديه 35 سؤال في الورقه، لكن المرحله الابتدائيه 30 سؤال. كده حملنا النماذج الاسترشاديه الرسميه الخاصه بوزاره التربيه والتعليم. كمان لو انت حابب تحمل النماذج الغير رسميه اللي احنا قلنا عليها من شويه، برضو كده هسيب لك الروابط في الوصف اسفل الفيديو، واكتب لك عليها نماذج غير رسميه. فمثلا هتلاقي الصف الرابع الابتدائي لوحده، لو ضغطت على الرابط بتاعه هيظهر معايا الامتحان. طبعا لازم الاول اكون مسجل بحساب الجيميل علشان اقدر احمل الملف ده. كل اللي عليا هطلع فوق هنا في الشريط اللي فوق ده وضغط على كلمة تنزيل او داونلود، فبيبدأ يحمل معايا فعلا الملف. لو انا مش فاكر مكان الحفظ بمنتهى البساطة هضغط على السهم ده جنب اسم الملف بعد ما يخلص واقول له عرض في المجلد، فيفتح لي المكان اللي فيه الملف اللي انا لسه منزله واقدر اتعامل معاه. الملف هو طبعا بيبقى محدده، اقدر بقى احل منه الامتحان او حتى اطبعه. طبعا بنأكد قلنا النماذج دي مش هي الرسميه، النماذج الرسميه اللي نزلناها في الاول، ولكن دي علشان نقدر نحل بيها اسئله اكتر. طب لو واحد ما عندوش برنامج اللي بيفتح البي دي اف، هسيب لكم برده ان شاء الله في الوصف اسفل الفيديو رابط تحميل برنامج ادوب اكروبات ريدر. طبعا كل اللي عليك هتدوس على الرابط وهتدوس على كلمه داونلود لاست فيرجن. كل اللي عليك هتستنى لغايه ما البرنامج ينزل. طبعا البرنامج بيتحمل معايا بنفس الطريقه زي البي دي اف. لو انت عندك برنامج تحميل هتلاقيه حمل لك البرنامج، ما عندكش بتحمل برده تحت في شريط المتصفح. وفي نهايه الفيديو بتمنى التوفيق لطلاب الاعزاء. كان معكم مستر محمد احمد حنفي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.